انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري رقم 24 لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفائها المستقلين أوبك بلس عبر الفيديو كونفرنس برئاسة وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك. هذا ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مستجدات سوق النفط الخام واستقراره في ظل أزمة متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون. كما يناقش الاجتماع مصير الزيادة الشهرية في الإمدادات المطبقة منذ أغسطس الماضي وقدرها 400 ألف برميل يوميا التي من المرجح تمديدها إلى شهر فبراير المقبل.